أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. أحداث كتيرة جدا طبعا مرتظرة ومرتقبة وماتشات مهمة بالنسبة لأربع أندية مصرية بيمثلوا كرة القدم في المنافسات الإفريقية. منورنا في هذه الفقرة الحوارية الكابتن أحمد عادل نجم نادي الأهلي السابق. كابتن أحمد بصبح عليك ومنور الدنيا جدا. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل على السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة على السادة المشاهدين بإذن الله. بكل تأكيد إحنا طبعا هنتكلم عن ماتشات أفريقيا، ولكن في البداية ممكن يكون الخبر اللي بيحظى باهتمام كبير هو قائمة النادي الأهلي اللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي للمشاركة في كأس العالم للأندية والحفاظ على وجود مودس رغم التساؤلات الكتيرة اللي حواليه وخروج أربع أسماء اللي جاية في توقيت بيعطي مؤشرات ليها علاقة بمصير اللاعبين الأربعة مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وتحديدا مع انتقالات يناير أحمد عبد القادر كريم ندفت الضاوي وصلاح محسن. أكيد ما فيش شك، ممكن بعض الأسماء هي مفاجأة لبعض جماهير النادي الأهلي أو محبين النادي الأهلي، وكان من أهمهم طبعا عبد القادر وكريستو. لعيب كويس جدا، زائد أن عبد القادر أنا بشوف أن المشكلة مع الراجل مش فنية خالص، المشكلة في يعني دايما الفنان أعتقد ما فيش أي حد يعني غبار على مستوى عبد القادر، ما فيش خلاف على مستوى عبد القادر زي ما حضرتك بتقولي، لكن عبد القادر من نوعيه اللعيبه اللي مهم التعامل النفسي يعني، لكن ده مش هيلاقيه مع اي مدرب اجنبي. وهنا انا بشوف ان عبد القادر اتعامل مع الملف بتاعه مع تعامله مع الراجل مش احسن حاجه، ما توفقش فيه، لان دايما الاجانب استاذه مريهان ان هم صداميين، هو دايما الاجانب هو او اي مدرب اجنبي هو مدرب صدامي، ممكن في بعض المواقف ما يستحملش مثلا رد فعل عبد القادر، زائد ان عبد القادر ادى الراجل فرصه ان هو يستبعده بره عن حساباته فنيا، لان في بعض المباريات عبد القادر كان بينزل بياخد 10 دقائق او ربع ساعه، ودي مش نوعيه عبد القادر ان هو ينزل ربع ساعه بيأدي احسن حاجه. لا، عبد القادر من اللعيبه لو بدات المباراه لو ادى بشكل جيد هياخد فتره كويسه مع النادي، لكن ما اعتقدش ان الراجل اداله الفرصه دي كامله ان هو يبدا من اول مباراه، ده نظرا طبعا لتألق حسين الشحات على اطراف الملعب او بيرسي تاو، عشان فرصه عبد القادر للفتره الاخيره ما بقاش في مشاركه مستمره، زائد ان لو في فترات الراجل بيقدر يعتمد عليه اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه ما بقاش احسن حاجه، فده تأثر عليه نفسيا. ده بخصوص عبد القادر. كريستو ما خدش الفرصه كامله، يعني انا مع احترامي لرأي مستر كولر فيه، لا الراجل ما خدش الفرصه كامله، الراجل كان صفقه قويه، زائد ان الصغير في السن مهم ان جدا ان انت كنت تعتمد عليه في بعض الفترات، ده كان حقه جوه النادي، لكن اتمنى بالنسبه لكريستو ان الظروف تبقى احسن من كده، لكن الواضح زي ما حضرتك قلتي في اول المقدمه ان فرصه عبد القادر وصلاح محسن او مجموعه اللعيبه دي هتبقى فرصتها قليله الفتره اللي جايه، وده اللي انا بتوقعه ان هو فرصتهم في الاستمرار مع النادي الاهلي تكاد تكون يعني ضعيفه جدا. طيب هل شايف بقى مثلا بالنسبه لصلاح محسن وكريم ندفد الاثنين لعيبه نادي اهلي سابقين ورحلوا وكان ليهم فرصه مره ثانيه للعوده للنادي الاهلي، دي مش حاجه يعني سهله، دي حاجه يتمناها اي لعيب لو خرج ان هو يرجع مره ثانيه للنادي الاهلي، هل حاسس ان هم اتظلموا ولا حاسس برضو انه ماتشات النادي الاهلي والفتره اللي فاتت كانت صعبه على النادي الاهلي بالرغم ان الموسم اللي فات كان موسم مميز جدا لمستر مارسيل كولر، بس البدايه بخساره بطوله نقدر نقول ان هي اربكت كده الحسابات بعض الشيء، هل حاسس بظلم للاعبين دول بالتحديد ولا ممكن فعلا يكون خروجهم انسب حتى ليهم ويتالقوا في حته ثانيه؟ لا، هو في كلا الحالات هو خروجه ان هو يلعب في مكان او ان هو يتواجد بصفه مستمره، وخصوصا ان فرصته ضعيفه في المشاركه مع المدير الفني او تواجده في اي نادي، دي انا برجح للاعيب ان هو لا يخرج بره النادي ويلعب بصفه مستمره، لان السنه في الكره استاذ مريم ما بترجعش تاني، يعني لو قعدت سنه في اتنين في ثلاثه، وده اللي حصل مع صلاح محسن، يعني خرجت مرتين او ثلاث مرات ورجعت تاني على النادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات برضو عقليه صلاح ما قدرتش تتعامل مع الظروف بشكل جيد، وخصوصا كان تعليق عليه او تعقيبي عليه فيما بعد تسجيل الهدف، وان انت تروح لجماهير النادي الاهلي ويبقى التصرف منك بالشكل ده، دي عدم خبرات منك، ممكن هنا بترجع للعقليه، عقليه اللاعب وكيفيه تعامله مع ان انت بتلعب في النادي الاهلي، هو مضغوط قوي لدرجه انه مطالب، انت مطالب خلاص، انت بتتصنف كنجم او بتتصنف كلاعب داخل النادي الاهلي، عليك مسؤوليه كبيره جدا، ضغوط حتى وانت ماشي في الشارع بيبقى عليك ضغوط،
اعتقد ان بعض اللعيبه دي ما قدرتش تتعامل حتى في المواقف مع الضغوط دي بشكل جيد، وده يمكن اثر على ممكن ياثر على استمرارهم في تكمله مشوار مع النادي الاهلي. اعتقد لا، صلاح لا خلاف عليه فنيا، بالظبط احنا بنعرض دلوقتي هدفه مع سيراميكا كان طبعا بيضيف لاي لاعب، بيضيف لاي نادي بيبقى موجود فيه سواء مع سيراميكا او قبل كده مع سموحه، عشان كده النادي الاهلي فضل ان هو يرجعه تاني. لكن اعتقد ان زي ما قلنا كده ان لا، الفرصه ضعيفه ممكن بالنسبه حتى في الاستمرار داخل النادي الاهلي، لكن فنيا كل اللعيبه دي ليها خلاف عليها. بالظبط كريم ندفد من اللعيبه المهمه جدا، محترمه جدا ومركز في الملعب، لكن الاصابات الكتير اللي كانت عند كريم اعتقد ان هي اثرت على مستواه الفني، وخصوصا ان هو صغير في السن، فممكن الرجوع حتى ما كانش بالجيد ان هو يرجع تاني ونقدر يثبت نفسه تاني. فاعتقد ان ممكن خروج حتى كريم بره النادي الاهلي، وكان مأدي بشكل جيد مع فيوتشر، عشان كده برضو النادي الاهلي رجعه تاني. لا اعتقد ان بعض اللعيبه دي لو خدت فرصه في انديه تانيه هيبقى مستوى احسن من كده. نروح بقى للقصه، القصه كلها في مودست دلوقتي اللي عامل بلبله جامده جدا، والناس كلها بتتساءل طب مودست، طب الصفقه، طب ازاي، طب ده كان سنه، لا مؤشرات كانت بتقول ان هو مش هيبقى انجح صفقه حتى لو كان لعب في انديه كبيره، ولكن دلوقتي هو فين، في انهي مرحله فنيه في حياته. كل الحاجات دي لخصها مستر مارسيل كولر بتصريحات او بقرارات متعلقه بمصير اللاعب، ان هو مش هيكون بيمشي في يناير، وان هو هيكون بيكمل الموسم عشان ياخد فرصته كامله. طبعا مستر مارسيل كولر بالنسبه له مودست نجاح الصفقه دي حاجه تنجح رهانه هو شخصيا في اللاعب واصراره على صفقه مودست. شايف ان مودست ممكن يغير راي الجمهور والمحللين في الفتره اللي جايه؟ انا بالنسبه لي ما اعتقدش، يعني انا كنت متفائل خير اول الموسم بمودست، وان هو صفقه قويه او عنده خبرات كبيره جدا بلعبه في الدوري الالماني، والخبرات اللي عنده بشكل كبير جدا. ممكن الاجواء هنا في مصر ممكن مش مناسباه او مش جايه معاه ان هو يقدر يثبت نفسه، في ظل ان من احسن فترات اي فيرود الفتره الحاليه، ان ما فيش فيرود في النادي الاهلي رقم 9، فدي كانت احسن فرصه ان هو يلعب ويبقى موجود، عشان كده رحل محمد شريف وقدر يحل مكانه مودست. لكن اعتقد ان الاجانب كده دايما بيدي فرصه، زي ما مستر جوزيه ادى فرصه لفلافيو سنه كامله وبعد كده جاب هدف، فدي تاني سنه على طول فلافيو هداف الدوري. فما اعتقدش ان مودست العمر السني عنده او السن عنده هيقدر ان هو ممكن يكمل بصوره جيده، زائد زي ما قلت لحضرتك الاجواء ممكن مش جايه مع مودست شويه، لكن ده وجهه نظر الجهاز الفني. مستر كولر بيراهن عليه لان هو صفقه وهو جايبها واكيد هيتحاسب عليها، اي صفقه بتبقى موجوده، وده تعامل مجلس اداره النادي الاهلي، ان بيدي كل الصلاحيات حتى للمدير الفني وبيحاسبه اخر الموسم، وبوفر لك اللي انت طلبته. دي اهم حاجه بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، عشان كده ممكن الراجل مديله فرصه، وانا بشوف ان فرصه دي من احسن الفرص اللي ممكن الراجل يقدر يثبت نفسه فيها في احتكاك دولي واشتراكه في كاس عالم الانديه. فاتمنى ان هو يبقى اضافه، ده اللي بنناشد بيه طول الفتره الاخيره، وبقالنا فترات كبيره جدا عايزين فروت صريح رقم 9، مش عايزين نروح ان كهربا بيأدي في المكان دوت وبيقدر يحرز اهداف، لكن مش مكانه الفعلي. دايما بنتكلم على فرقه، شايف ان كهربا لو لعب في جناح مكانه الفعلي هيكون بياخد منه مستر مارسيل كولر نتيجه افضل؟ هل اصلا في مساحه، خصوصا ان انت بتتكلم ان الاجنحه متالقه ورضا سليم موجود كمان، يعني انت عندك الحته دي وطاهر، يعني فيها اسامي كتيره، فوجود كهربا تفضل ان هو يفضل في الحته دي حتى لو هو مش مركزه، ولا تفضل ان هو يرجع مره ثانيه مركزه الطبيعي؟ لا انا بفضل ان كهربا يلعب 9 زي ما هو، يعني يلعب 9 زي ما هو، لان حتى القوه البدنيه كهربا قعد فتره توقف كبيره جدا، والراجل كان عنده من الذكاء ان هو يتعامل مع كهربا ويقدر يرجعه حتى نفسيا قبل ما يكون بدنيا. فانا ما اعتقدش ان كهربا لو لعب على طرف من اطراف الملعب هيقدر يستحمل القوه البدنيه اللي ممكن يؤدي بيها في المباريات، زي ما لان حته الفرود او رقم 9 بتبقى معدلات الجري بتبقى قليله شويه، او 18 لنص الملعب، فهنا بتبقى المسافات قصيره، زائد ادوارك الدفاعيه بتكون اقل، زائد ان كهربا ممكن من الفراوده اللي عندها ميزه، اللي هي من نص فرصه يقدر يسجل هدف، ممكن من اماكن
صعبه جدا ان انت تسجل منها هدف، لا كهربا بيقدر يعمل دي. فاعتقد ان موجود كهربا في المكان ده مديله اريحيه بشكل كبير جدا، هو فيرود رقم 9، زائد ان زي ما بنقول مودست مش موفق او مع رحيل محمد شريف، لا كهربا بيحل محله وفعلا بيكون عند حسن ظن الراجل. طيب في طبعا لقاء لسه بالورقه والقلم ما اتكتبش ولكن مرتقب، كنا لسه بنستعرض تصريح للمدير الفني لاوكلاند سيتي على مواجهته مع الاتحاد او اتحاد جده السعودي في بدايه المشوار والمباراه الافتتاحيه من كاس العالم للانديه. الحقيقه التصريحات انا عارفه ان بيبقى في ساعات استراتيجيه بتتقال، اللي هو احنا ظروفنا صعبه واحنا ماتش صعب وده فريق كبير وعلى ارضه، وهيبقى في ساعات استراتيجيه ان انت تبين ان انت الحلقه الاضعف، ولكن وانا بقرا التصريح لا حسيت بغلب، فتحس ان هو حاسس انه خسران من قبل ما يلعب الماتش، يعني واصله لي ان هي فيها سنه انهزاميه، ولكن قال الله اعلم يمكن الضغوط اللي ممكن تكون محطوطه على اتحاد جده تكون بتساعد اوكلاند سيتي للفوز. ايا كان الفايز هيكون بيواجه النادي الاهلي، ولو ان طبعا الاقرب هو اتحاد جده السعودي في افتتاح مشوار النادي الاهلي في النسخه القادمه من كاس العالم للانديه. تتوقع الماتش ده لو فعلا اتحقق على ارض الواقع هيكون ماشي ازاي بشكل بقى اتحاد جده والمنافسات في الدوري السعودي والماتشات القويه اللي بتكون بتواجهها الانديه مع بعضها، ممكن يكون نتيجته رايحه لفين؟ لا اكيد ذكاء من الراجل مدرب اوكلاند سيتي، وهو يعني هنا بس حاجز تذكره الرجوع، فاهم هو بيتكلم يعني. لا ده اكيد ذكاء منه وكيفيه تعامله حتى مع الامور، وهو عارف ان هو يواجه فريق جيد عنده مفاتيح لعب كتير، وكان من اهمهم كريم بنزيما، قوه ضربه هجوميه مع مفاتيح لعب زي ما قلت لحضرتك اتحاد جده، فريق كبير عنده شخصيه البطل. عشان كده هو تصريحاته طبعا اكيد تصريحاته ممكن مريح الدنيا او منايم الدنيا كده، لا الراجل اكيد محضر للمباراه كويس، اكيد عارف مفاتيح اللعب في اتحاد جده كويس، عارف نقط الضعف والقوه، اعتقد ان الامور هتبقى افضل من تصريحاته، لان فريق قوي عنده شخصيه، شارك اكتر من بطوله في كاس عالم الانديه، عنده خبرات كاس عالم الانديه، وده اللي انا عايز اكد عليه. ممكن الخبرات تبقى غايبه عن اتحاد جده شويه، لكن مش غايبه عن اوكلاند سيتي وكيفيه تعامله حتى مع المباريات. عشان كده ممكن اتحاد جده او اوكلاند سيتي يعملوا مفاجاه، مفاجاه ان هو ممكن يقصي اتحاد جده من البطوله. فعشان كده هنا لو فريق اتحاد جده مش مركز بشكل جيد او مش قاري فريق اوكلاند سيتي بشكل جيد، اكيد هيواجه صعوبات في المباراه. وده اللي انا بتوقعه، ان الافضليه هتبقى لاوكلاند سيتي لخبراته الكبيره جدا في كاس عالم الانديه، فاعتقد هنا ان لا ممكن تبقى الافضليه لاوكلاند سيتي. مش هنشوف بقى تصريحات الراجل مع اللي هي فيها كده ايه، بيعمل لوكي كده مش عايز يكون بيقول تصريحات جامده، بس ممكن تكون دي استراتيجيه، وياما شفنا مدربين قالوا في مؤتمرات صحفيه تصريحات مشابهه وقدروا ان هم يكونوا بيحققوا بطوله بعدها، قدروا ان هم يكونوا بيعملوا نتيجه ايجابيه جدا. طيب الميداليه البرونزيه ميداليه عظيمه في بطولة كبيرة زي بطولة كأس العالم للأندية، بيكون موجود فيها يعني نخبة من ألمع الأندية على مستوى العالم. جمهور النادي الأهلي والجمهور المصري بشكل عام طمعان إن يكون في ميدالية كمان أفضل من البرونزية، هل شايف إن دي حاجة ممكن على أرض الواقع تتحقق، ولا طبيعي إن يكون النادي الأهلي في منافسة كبيرة وصعبة مع أفضل الأندية كمان في القارات التانية يكون عنده برضو يعني فكرة الميدالية البرونزية دي مش أقصى طموحاته، ولكن الظروف والماتشات مش بتكون أسهل حاجة؟ خلينا نبقى واقعيين ان خلاص مجموعه اللعيبه الموجوده زائد الجهاز الفني هو ده، انت خلاص رفعت سقف طموح جماهير النادي الاهلي، زي ما بنتكلم على كنا بنحقق بطوله افريقيا العشره كانت الناس بتنادي بال 11، فهنا انت خلاص حققت برونزيه، فطبيعي ان جمهور النادي الاهلي بيطالبك بمركز ثاني بمركز اول، لكن اكيد بتواجه في بعض المباريات في كاس عالم الانديه فريق زي ريال مدريد قبل كده، بتواجه صعوبات ان انت تحقق الميداليه الفضيه، لكن كنت شايف ان النسخه اللي قبل اللي فاتت كانت سهله عليك ان انت تحقق الميداليه الفضيه في المركز الثاني، لكن ما كانش اللعيبه ما كانتش موفقه والجهاز ما كانش موفق في وضع انسب تشكيل للفريق، لكن اعتقد ان شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي وعندها شخصيه البطل تقدر تحقق ده، لكن الدوافع والطموحات مهم جدا تبقى عند اللعيبه قبل ما تكون عند الجهاز الفني، لارضاء جماهيرها، لحتى ان هو يحققوا حاجه ما حققهاش اجيال قبلهم،
خصوصا احنا حققنا برونزيه قبل كده، لكن اعتقد ان الطموحات كبيره جدا عند اللعيبه لارضاء طموحات جماهيرهم، وهي اللعيبه اللي حطت نفسها في الوضع ده للجهاز الفني، ان دايما رافعين سقف طموح جماهير النادي الاهلي، وحق مشروع طبعا لاي فريق بيشارك في البطوله ان هو يحقق مراكز متقدمه. اتمنى ان يبقى في مركز متقدم النادي الاهلي عن الميداليه البرونزيه. بنتمنى اكيد، والامنيه دي مش بس متعلقه بجمهور النادي الاهلي ولا جمهور مصر بشكل عام، الاهلي بيمثله في هذه المنافسه، ولكن هو بيمثل القاره الافريقيه باكملها. ان انت يكون عندك نادي افريقي بينافس انديه كبيره من القارات الاخرى دي حاجه مهمه وتسعد اكيد الكل. احنا هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع للنادي الاهلي برده، ولكن بقى مع شباب بلوزداد، اللقاء المرتقب في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا ودور المجموعات. بعد الفاصل نواصل مع الكابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق في ضيافتنا النهاردة، خليكم معنا. الكابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق منورنا النهارده في حلقتنا. يا كابتن احمد برحب بحضرتك مره ثانيه. قبل الفصل اتكلمنا يعني باستفاضه عن النادي الاهلي ومشاركته باذن الله في كاس العالم للانديه، ولكن المباراه الاقرب وطبعا اللي ليها اهتمام كبير جدا هي مواجهه النادي الاهلي غدا امام شباب بلوزداد. متابع مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال حتى الان ازاي وصولا للجوله الثالثه من دور المجموعات؟ اكيد دايما لما بنتكلم الفتره الاخيره ان اداء النادي الاهلي برده مش احسن حاجه، يعني مش احسن حاجه زي السنه اللي فاتت، وده راجع للضغط المباريات، راجع للاداء البدني اللي بيبقى موجود عند بعض اللعيبه، ممكن بعض الاصابات اللي اثرت على اداء النادي الاهلي شويه، زائد ان الراجل في بعض الفترات ممكن يكون مش في احسن تركيزه في المباريات، حتى في وضع تشكيل في احسن تشكيل للنادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم الفتره الاخيره. لا، انا دايما بتكلم على اداء النادي الاهلي، هو انا مش مهم انا بلاعب مين، لكن مهم انا حالتي ايه يوم المباراه، وده اللي كان مأثر على اداء النادي الاهلي الفتره الاخيره، ان بعض اللعيبه او بعض مفاتيح اللعب اللي كانت بتكسب النادي الاهلي مش في حالتها، لكن مع المباراه الاخيره لا، الامور افضل من كده، اداء احسن من كده. اتمنى ان الراجل يكون مركز بشكل كبير جدا ان هو ما يديش ودنه او دماغه للناس بره، مهم جدا يبقى قافل على فرقته بشكل كويس، لان هنا الراجل هيخرج من تركيزه وحاجه لا اراديه عنده يعني. لكن اتمنى ان الراجل مع مجموعه اللعيبه الكبيره اللي عليها دور كبير جدا ان هي تركز الفتره اللي جايه، وكان حريص فعلا الكابتن الخطيب الفتره الاخيره ان هو يعمل جلسه مع الراجل ويقدر يحطه على النصاب الطبيعي او المتطلبات الراجل ايه الفتره اللي جايه. اعتقد ان الكابتن الخطيب اختار الوقت المناسب ان هو يقعد مع الراجل ان هو يرجعه، وده ظهر بشكل كبير في المباراه الاخيره باداء افضل بنتيجة ممكن مش أحسن حاجة، لكن اللي مطمني بشكل كبير جدا هو أداء النادي الأهلي. يمكن إن برضو إن أنت ما تقدرش تحافظ في المباراة الأخيرة اللي بتاعت يانج أفريكانز، إن أنت ما تقدرش تحافظ حتى في الدقيقة الأخيرة أو في الدقيقتين الأخيرة، دي بيبقى قلة تركيز من عند اللعيب مش من عند الجهاز الفني. فأتمنى إن بعض الأخطاء دي كل اللعيبة إن هي تقدر ترجع لنصابها الطبيعي، يبقى في تركيز بشكل اكبر، لان دايما وانت جوه النادي الاهلي انت مضغوط دايما ان انت تحقق البطوله، زائد ان انت بتلاقي دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، حتى مش وانت ما بتاديش احسن حاجه بتلاقي دعم كبير من النادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي. اتمنى ان اللعيبه الكبيره يبقى عليها دور كبير جدا الفتره اللي جايه مع الجهاز الفني، ان شاء الله الاداء يبقى افضل من كده، وطول ما الاداء هيبقى افضل من كده هيبقى في نتائج ايجابيه اكيد. ده بنتمناه. شهر يناير وتدعيماته، ده بقى عامل برضو في ظل اللي هو التوقيت علشان الجمهور والكل، يعني شايف ان النادي الاهلي عنده برضو تذبذب في الاداء والنتائج والاداء مش احسن حاجه الفتره الاخيره، فده بقى جاي بالتوقيت مع صفقات يناير اللي بيطالب فيها بقى النادي الاهلي بتدعيمات كتيره. وطبعا يناير مش زي طبعا الصيف، يعني ميركاتو الصيف مختلف تماما. ايه اللي ممكن يكون بيحصل في يناير من وجهه نظرك بالنسبه للنادي الاهلي؟ اتمنى الدعم في كل خط، يعني اتمنى دعم الصفقات في كل خط، وانا بشوف من اهم برضو التدعيمات اللي لازم تحصل في خط ظهر النادي الاهلي، لان الفتره الاخيره كلها مفيش غير ثلاثه بيلعبوا، مع غياب الاصابات طبعا لمحمود متولي، عبد المنعم وعبد المنعم برضو مصاب، لسه ياسر ابراهيم راجع، وموجود رامي ربيعه. فاتمنى ان الدعم في المكان دوت، لان اللعيبه الثلاث لعيبه على مدار موسم كامل بتشترك في ست بطولات او خمس بطولات، على مدار ضغط كبير عليهم جدا، وخصوصا كان من اهمهم عبد المنعم اللي هو يعني مش هيقدر يستحمل طول الفتره دي،
زائد زي ما بنتكلم على علي معلول ان هو بقى له 7 سنين بيشارك في المكان دوت. حتى كنت عليه على علي ان هو دايما حتى لو الاهلي بيلعب ودي هتلاقي علي معلول بيلعب. أوكي. فده اثر عليه بشكل كبير. لكن اللي حل مكانه ادي بشكل جيد كريم الدبيس، لكن ما ادي بشكل جيد. مفتاح لعب مهم بقى للنادي الاهلي، اكتشاف في المكان دوت للراجل سواء على مستوى الدفاع او المستوى الهجومي. اتمنى التدعيم في خط ظهر النادي الاهلي، خط الظهر وفي نص الملعب، واكيد فرود اللي هو المكان الصداع كلها بموضوع اللي عامل مشكله. بس طبعا. يعني في امكانيه لمشاركه عبد المنعم، الكلام على كده انه ممكن يكون بيشارك بكره، بس طبعا لو هو جاهز بنسبه 100% هيكون بيتم الدفع بيه. طيب خلينا نروح لنادي الزمالك. وطبعا نادي الزمالك مؤخرا جمهوره راضي بالرغم من كل المشاكل كانت حاصله في الفتره الاخيره. كابتن معتمد جمال جه ومعاه الوصفه السحريه، فوق اللاعبين، خلى الكل على قلب رجل واحد. وبالرغم ان هو بيبقى جاي تحت لقب المدير الفني المؤقت، الا ان هو اثبت جداره. وحتى لو كان في هيبقى استعجال من مجلس الاداره اللي هو مين المدير الفني الجديد، لا خلاهم حتى يبقى فيه راحه ان هم يكونوا بيفكروا وبيتأنوا في التفكير، لان الفريق الاول ماشي بشكل جيد. فتعليقك على مستوى نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وعلى الرغم من البدايات اللي دايما كانت بتبقى متعثره من نادي الزمالك في نسخ كتيره في افريقيا، ان هو النسخه دي بدا بدايه موفقه، محقق العلامه الكامله، وهيدخل ان شاء الله الماتش اللي جاي اكيد نتمنى له فيه كل التوفيق. اكيد ما فيش شك يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك، هو توفير الاستقرار حتى للفريق الاول داخل نادي الزمالك او في فريق نادي الزمالك. هو طبعا هو تجديد الثقه دي حاجه تحسب لمجلس الاداره، وتجديد الثقه في الكابتن معتمد ده ادى اريحيه حتى للعيبه ان هم مش محطوطين تحت ضغط ان هيبقى في مدرب جديد او مدرب لسه جاي لسه هيتعرف على اللعيبه. لا، الكابتن معتمد بالجهاز الفني زي في كيمياء كده بقت بينه وبين اللعيبه، اللعيبه تحس ان هو ان هم بيلعبوا عشان خاطر المدرب وعشان خاطر الجماهير. اكيد المسانده الجماهيريه من جماهير نادي الزمالك للكابتن معتمد والدعم الكامل اللي بيشوفه الجهاز الفني مع مجموعه اللعيبه دي مديه اريحيه ومديه افضليه حتى للعيبه ان كله يطلع اللي جواه ان هو عايز يعمل حاجه للنادي. فاعتقد ان الاستقرار هو اساس نجاح اي منظومه، وده اللي بيبقى حريص عليه جدا مجلس اداره نادي الزمالك، اللي انا شايف ان هو جاي عايز يضيف لفريق الكوره ويعمل حاجه بعكس السنين اللي فاتت. فاعتقد ان الاستقرار الموجود من مجلس اداره نادي الزمالك حتى في تجديد الثقه للكابتن معتمد ده اداله افضليه، وما بقاش حتى اللعيبه بتلعب تحت ضغط، لا بيبقى في اريحيه، بقى في كيمياء بين الكابتن معتمد وبين اللعيبه وخصوصا اللعيبه الكبيره. اكيد اللعيبه الكبيره الموجوده كان عليها دور كبير جدا، ابرزهم طبعا شيكابالا وعمر جابر وبوزيز ومجموعه اللعيبه الكبيره، قدروا ان هم يتكاتفوا بشكل جيد لان نادي الزمالك نادي كبير عنده قاعده طبعاً. جماهيريه كبيره جدا، المسانده اللي بيلاقوها من جماهير نادي الزمالك اقل حاجه ان هم يفرحوهم اكيد الفتره اللي جايه. بتحسم لقاءات يعني طبعاً. بالنسبه لي مباراه نصف نهائي في كاس مصر كان بيراميدز يبدو هو المستقر ويبدو هو الافضل وفايق وكل حاجه، وجود الجماهير اعتقد هو ده اللي حسن من مباراه نادي الزمالك. اكيد وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده حتى ما بعد مباراه بيراميدز. هو لو على الورق لا فريق بيراميدز سكواد كبير جدا، تقول ان بيراميدز لا يكسب الزمالك 2-3، لكن الدعم اللي كان كبير جدا من نادي من الجماهير تجاه لعيبه نادي الزمالك ده اللي اداله الافضليه. وهنا زي ما بنقول دايما ان الجماهير رقم واحد، يعني جماهير اللاعب رقم واحد، وده فعلا ظاهر مع اداء نادي الزمالك الفتره الاخيره. سريعا علشان نروح كده شويه اسئله بعدها، بيراميدز ومودرن فيوتشر هما الاثنين برضو بيشاركوا. بيراميدز طبعا عنده ماتش جاي في بريتوريا مع سان داونز، وفيوتشر ماشي بشكل جيد جدا في الكونفدراليه برضو محقق نتائج ايجابيه. الاثنين برضو عندهم ماتشات خلال الايام اللي جايه، فمتابعتك لمشوار الفريقين، وبيراميدز بالتحديد عنده ماتش طبعا مع فريق قريب لكل الجمهور المصري وبيتابعه على مدار السنوات اللي فاتت. دايما لما نتكلم على سان داونز فريق جيد جدا عنده مفاتيح لعب كتير جدا، فريق متمرس في البطوله، فريق لسه واخد بطوله قريب، فده مديله دوافع بشكل كبير جدا، بقى عارف نوعيه الفرق المصريه بتلعب ازاي لو نلعب اكتر من مباراه مع النادي الاهلي المصري. لكن فريق بيراميدز اعتقد ان السكواد اللي موجود عنده خبرات كبيره جدا، لكن هيواجه صعوبه. فريق بيراميدز اكيد هيواجه صعوبه امام زي ما بنتكلم النادي الاهلي الفتره الاخيره بيواجه صعوبه في المشاركه امام سان داونز. اكيد فريق بيراميدز وخصوصا ده اول لقاء هيجمعهم في بطوله افريقيه، اعتقد ان هيواجه صعوبه بشكل كبير جدا، ده هيرجع للخبرات اللي موجوده داخل فريق بيراميدز او اللعيبه الكبيره
مهم جدا قفل مساحات على فريق سان داونز، لان عندهم بيقدر يشتغل المساحات بشكل جيد. لعيبه خلاص بيبقى نفس طريق برشلونه، عايزين يخشوا بالكره الجول، حتى مش مضغوطين نفسيا لا، وفي طرق لعب، وفي طرق لعب، وفي تحركات من سواء من فراوده او على اطراف الملعب. لا خصم هيبقى مباراه صعبه على فريق بيراميدز. اتمنى لفريق بيراميدز التوفيق وان هو يحقق المكسب ان شاء الله. نتمنى في الايام اللي جايه التوفيق للاربع فرق المصريه في مشاركاتهم الافريقيه. خليني كده اروح معاك لرايك اكيد ومتابعتك للمنافسات على مدار الثمان جولات اللي تابعناهم في بطوله الدوري. طبعا في بعض الماتشات مؤجله لبعض الفرق، ولكن بشكل عام وصلنا للجوله الثامنه. مين افضل لاعب حتى الان في الدوري؟ افضل لاعب في الدوري انا بشوف شيكابالا. 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 افضل مهاجم. افضل مهاجم اوفا امبي. افضل مدافع. افضل مدافع عبد المنعم. عبد المنعم. عبد المنعم مركز الفتره دي؟ مركز وفارق حتى مع خط ظهر النادي الاهلي، لان مش سهل عليك ان غيابه بيأثر قوي. طبعا، لان لسه بقول لحضرتك غيابه هيأثر، لان مش سهل عليك ان انت تبقى مدافع وتشيل خط ظهر النادي الاهلي بالصوره دي، سواء بيلعب جنب رامي او بيلعب جنب ياسر. لا بيبقى في انسجام حتى من عبد المنعم، زائد تألقه مع منتخب مصر. بكل تأكيد. افضل حارس مرمى حتى الان؟ الشناوي. وافضل مدير فني؟ افضل مدير فني في كتير بصراحه، كتير كتير كلنا ثلاثه. يعني انا عاجبني جدا اداء كابتن طارق العشري مع النادي الاتحاد. ممكن على بعض الفترات كابتن احمد سامي مع سموحه، زاد في اتنين تانيين يعني، كابتن مجدي عبد العاطي مع زد، واحمد عبد الرؤوف مع البلديه. مع البلديه. طيب، طب خلينا نروح لاجابات اللعبه. والنهارده كان سؤالنا توقعاتكم لنتيجه مباراه النادي الاهلي غدا في مواجهه شباب بلوزداد. نستعرض بعض الاجابات اللي جات لنا. عمر جوده، صباح الخير عليكم، بيتوقع فوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. احمد عبد الحميد، صباح الخير، بيتوقع فوز النادي الاهلي غدا 2-0 ان شاء الله. ابراهيم محمد، ان شاء الله النادي الاهلي. وسامح علي، بيتوقع فوز النادي الاهلي 2-0. حضرتك تتوقع ايه؟ انا اتوقع 2-0 ان شاء الله باذن الله. 3-0 4-0 ان شاء الله. النادي الاهلي حقق نتيجه كبيره بيفوق من خلالها، لانه عنده منافسات كتيره جدا مهمه، نتمنى ان هو يكون بيخشها كده وهو فايق. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، دايما بتنورنا، بنتشرف جدا بوجودك معانا. ربنا يخليك يا زملائي، ودايما بسعد وانا موجود مع حضرتك. صباح الفل عليك، ويك اند لذيذ باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن احمد عادل، واحد من نجوم نادي الاهلي السابقين، كان في ضيافتنا النهارده.